تفاجئنا خاطر ماش علاش باش تعاقب، ما تفاجئناش خاطر استنسنا بالحوايج هذيا في الكره نتاع تونس. مي اون فان كونت فما لجنه قانونيه باش تبع الموضوع مع صعب. واحنا بالنسبه لينا انا اون طونك تكنيسيان عندنا التيران ماهوش مشكل باش يكون يمكن حافز للاعبيه الموجودين عندنا فيهم ثقه باش يكونوا حاضرين نهار الاربعاء، ما فماش حتى اشكال على غالب معناها هكا. لكن بالنسبه لي انا اللي يهمني علي معلول والتوقيت نتاع العقاب على غالب، معناتها هذه الكره في تونس هذه الموجود هذه اللي لازمنا نتعاملوا معاها. احنا مركزين على المقابله نتاعنا، عندنا ثقه في الملاعبيه اللي موجودين، ماهوش مشكل. علي معلول عنده قيمته في الفريق، لكن عندنا ملاعبيه ان شاء الله ينجموا يكونوا في نهار من نهار الاحد نهار الاربعاء ان شاء الله، وان شاء الله مركزين باش نعملوا اللي نجموا باش نفوزوا بالمقابله ان شاء الله.